السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بداية نعزيكم بهذا المصاب الجلل بذكرى استشهاد مولاتنا الزهراء سلام الله عليها، ونحن وإياكم نعيش هذه الليالي الفاطمية الحزينة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، حيث نقف الآن في مدخل هذا المعرض. هذا المعرض الذي تنوعت بعض مفاصله من يعني بيت السيدة الزهراء، بيت علي بن أبي طالب عليه السلام يوم استشهاد الزهراء، وربما جسد هناك نعش للسيدة فاطمة يحمله الإمام علي عليه السلام والحسن والحسين وبعض الصحابة الأجلاء التابعين بالإيمان والتقوى لمولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكذلك الجسد الطاهر لمولاتنا الزهراء وهو مسجن ويلقي عليه بأنفسهم إمامنا سيدنا علي بن أبي طالب والحسن والحسين، حيث يلقون بأنفسهم على هذا الجسد الطاهر وهو يفارق الحياة. وكذلك يكون الآن خلفي مرسم ولبعض الأطفال الذين يدخلون إلى هذه الباحة وهذا المرسم الذين يتعلمون منه دعاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، زيارة فاطمة عليها السلام، وكذلك يتعرفون على مظلومية الزهراء من خلال الخطوط، من خلال الرسم، ربما بعض اللوحات التي يتعلم من خلالها الأطفال وينشؤون على مظلومية الزهراء سلام الله عليها، التي حاول يعني بعض الذين لا يحسبون على هذا المذهب تضليل هذه الحادثة، أو ربما حتى من بعض الذين يحسبون على هذا المذهب حاولوا تضليل هذه الحادثة، إبعاد هذه الحادثة عن التاريخ، وهي مظلومية الزهراء وكسر ضلعها وطرح جنينها ومن ثم استشهادها سلام الله عليها. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، تعالوا معنا لنرى عن كثب هذه المظلومية من خلال هذا المعرض. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، هنا في هذه اللقطات وفي هذا التجسيد هنا تسكب العبرات. هذا التجسيد يصور لنا يوم الفاجعة الكبرى، يصور لنا المظلومية الكبرى في التاريخ، مظلومية الزهراء سلام الله عليها، وهذه المجموعة التي جاءت وما زال رسول الله صلى الله عليه وآله مسجن دون تكفين، فقط كان علي عليه السلام يتولى تخسيره وتكفينه أو تغسيله وتكفينه، وبعض الصحابة الذين ساروا على نهج علي بن أبي طالب عليه السلام هم الذين حضروا وهم لا يتعدون الأصابع أو تعداد الأصابع. هنا وقف الظالمون على هذه الباب التي طالما وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يدق الباب على فاطمة وعلي عليه السلام ليراهما في كل يوم وقبل كل صلاة. هذه الباب التي طالما وقف عليها النبي وقف عليها الظالمون في مثل هذه الأوقات، وهم يدفعون الباب على فاطمة ليكسروا ضلعها ويسقطوا جنينها ويحرقوها على من بداخلها. كيف لنا أن نعرف الأخبار؟ أنسأل الباب أم المسمار؟ يا باب عن فعل الجنات قولي، ماذا جنوا ببضعة الرسول؟ قد أحرقوا القرآن والمثاني، يقودهم بالغي ذاك الثاني.
إذن أحبتي المشاهدين الكرام، كما ترون أمامكم هذا المشهد المأساوي، وهو يرجعنا بالذاكرة إلى حيث يوم المصاب ويوم العزاء، يوم استشهدت فاطمة سلام الله عليها. ويعني هذا المشهد يجسد لنا الجسد الشريف، وهو مسجن أمام هذه العائلة الثاكرة بفاطمة سلام الله عليها. وأية فاطمة؟ فاطمة التي هي روح رسول الله صلى الله عليه وآله، علي والحسن والحسين وزينب الكبرى، وربما فضة تجلس معهم في هذه الأجواء المأساوية. ولسان حال علي يقول: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وأن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. سلام الله عليك يا سيدي ومولاي أبا الحسن، كيف تحمل قلبك فراق السيدة الزهراء، وأنت الذي لا يرتاح بالك ولا يهدأ غضبك وتعبك إلا أن ترى فاطمة بعينيك؟ سلام الله عليك وعلى فاطمة وعلى ولديكما الحسن والحسين وعلى زينب المفجوعة في هذه الليالي يا سيدي. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، هذا الجناح يضم هذا التجسيد، تجسيد نعش فاطمة سلام الله عليها، التي طلبت من سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام بأن يغطي نعشها بشيء من القصب أو من البواري، كما مذكور ببعض الروايات التاريخية، لأن الجسد الذي يموت سابقا كان يشيع غير مغطى حسب علمي البسيط. هذا التشيع الذي جرى سرا وليلا، وقد جاء في عن بعض الروايات، ربما عن الأصبغ بن نباتة ذكر حديث لأمير المؤمنين عليه السلام عندما سئل: لماذا تشيع وتدفن فاطمة ليلا يا علي بن أبي طالب؟ فأجاب سلام الله عليه: فاطمة طلبت مني، يعني بالمعنى وليس في النص، فاطمة هي التي طلبت مني هذا الموضوع، باعتبار أنها ساخطة على بعض الذين كرهت أن يشيعوها وأن يقفوا على موضع قبرها، وحتى أنه يكره من يتولى هؤلاء أن يصلي أو يزور أحد أولادها سلام الله عليها، باعترافها سلام الله عليها. وقد يعني قالت في الساعات الأخيرة من حياتها لإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا ابن عم، أوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، فإنهم عدوي وعدو رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تترك أن يصلي علي منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار، واعفوا موضع قبري. هذا ما أوصت الزهراء سلام الله عليه لزوجها علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد قال أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما دفن جسد فاطمة ووارى جسدها الشريف بالتراب: قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة وأخلصت الزهراء سلام الله عليه. الكريم، باعتبارك احد زائري هذا المعرض، يعني شفت المعرض قدامك والمعروضات يعني، وشفت تفاصيله، ممكن تنوه للساده المشاهدين ما هو ما طبيعه هذا المعرض؟ تفضل. مهرجان كل جميل وحلو، ويعني يسلط الضوء على مظلوميه السيده فاطمه الزهراء عليها السلام، وخصوصا اكو فقره مع او غرفه الاطفال، يعني هاي كلش مهمه. ليش؟ باعتبار الطفل ينمي على هيجي امور من صغره، على مظلومية فاطمة الزهراء وعلى محمد وآل محمد. إذن أحبتي المشاهدين، من ضمن النقاط التي يعني لاحظناها في هذا المعرض هو هذا الجناح الخاص بقسم الأطفال، يعني الطفل عندما يجلس هنا في هذا القسم
راح يتناول موضوعة مظلومية الزهراء سلام الله عليه من الخطوط، يعني يتعلم خطبة الزهراء، يتعلم بعض الرسومات، يعني يرسم بعض الرسومات التي تخص هذه المناسبة، يعني يتعرف بشكل عام على ثقافة الحزن الفاطمي والليالي الفاطمية في هذه المناسبة الجليلة على نفوسنا. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، ونحن نتجول في أجزاء هذا المعرض دخلنا إلى هذه القاعة، قاعة رسوم الأطفال وتعريفهم تعليمهم لزيارة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بمظلومية الزهراء سلام الله عليها. نلتقي بأحد القائمين على هذا الجناح، جناح الرسم والتصوير والتعريف للنشأ الصاعد للأطفال بمظلومية الزهراء سلام الله عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. من أحد زوايا هذا المعرض أنشأنا هذا القسم، قسم للأطفال لتعليمهم قضية الزهراء مظلوميتها، لإنشاء هذا يعني على سيرة أهل البيت وهذه المسيرة، هذه الظلامة التي تربي الطفل على الأخلاق الفاضلة وأيضا للعقائد السليمة، باعتبار أن سيرة الزهراء سلام الله عليها سيرة السيرة الحقة التي يجب على النشأ أن يتعلم هذه السيرة وهذه المظلومية للزهراء سلام الله عليها. نعم، وهذه عقيدتنا نحن التشيع، وأيضا الأطفال هم شباب المستقبل إن شاء الله، فهو الذي حتى تبقى هذه المظلومية راسخة في ذهن الأجيال جيل بعد جيل، حتى لا ننسى هذه المظلومية، لأنها مسؤولية تقع على عاتق الجميع بصراحة. إن شاء الله يا ربي يعني مزيد من التوفيق، وأنتم تقومون بهذا العمل الذي يوصلكم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي، كما يعني شاهدتم في هذا القسم، هؤلاء الأطفال أشاهدهم أنا يرسمون هذه اللوحات التي خطت مسبقا لكي يتعلموا هذه المظلومية. نحاول أن نأخذ بعض الكلمات البسيطة من هؤلاء الأطفال. السلام عليكم عمو. عليكم السلام. حبيبي، إيش قاعد ترسم؟ الوقت قاسم بوقع للسيدة زهراء. نعم، أحسن. يعني حتى تتعلم يعني بعض يعني هذه اللقطات اللي تصور الزهراء سلام الله عليها. أحسن. وأنت عمو شو ترسمين؟ قاعد أرسم لوحة السيدة الزهراء سلام الله عليها. إذن هكذا، حتى ولو بهذه البساطة، بهذه الكلمات القليلة، يعني هذا الطفل يتعلم هذه المظلومية، ربما بحرف، ربما بكلمة، ربما بسطر، حتى تبقى عالقة في ذهنه، حتى يصبح شابا أو شابة، امرأة زهرائية تقود المجتمع نحو يعني ولا تنسى هذه المظلومية، وتبقى هذه المظلومية راسخة في ذهنها وأمام عينيها، حتى تصورها للأجيال التي تلي إن شاء الله جيل بعد جيل. إذن من ضمن هذا المعرض، معرض رسوم الأطفال، هذه الجدارية التي خطت بكلمات واضحة وجميلة وبراقة، زيارة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السلام عليك يا ممتحنة. يعني هذه الزيارة التي ربما يجهلها حتى بعض الكبار، وهي الزيارة التي تكون بعد زيارة مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام، والتي مخصوصة في يوم الأحد. نرى بعض الأطفال يكتبون هذه الزيارة على أوراق حتى يحفظونها جيدا، لنرى هذا الطفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عمو أشوفك أنت تكتب الزيارة، طبعا الزيارة تكتب ليش يعني؟ على مود أظل حافظها بذهني، أقاها دائما، وعلى مود أظل حافظها لما نكبر. أحسنت. إذن مبادرة جميلة حقيقة، لو يعني قمنا بتعليم طفل واحد فقط لكان لنا خير من الدنيا والآخرة. هذه الزيارة التي واجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحفظوا هذه الزيارة، أو على الأقل يقرؤوها كل يوم أحد على الأقل، لكي نتوارث هذه الثقافة، ثقافة تعلقنا بآل البيت سلام الله عليهم. إذن خطوة مباركة، نشيد على هذه الخطوة، ونشيد بالقائمين على هذه الخطوة المباركة، ومزيد من هذه الخطوات إن شاء الله تعالى.
إذن أحبتي المشاهدين الكرام، اطلعنا نحن وإياكم على تفاصيل هذا المعرض المبارك الذي يعكس مظلومية الزهراء سلام الله عليها، وإن شاء الله نكون قد وصلنا لكم صورة عن هذا المعرض وإقامته من قبل مجموعة من طلاب الحوزة الشريفة، حوزة النجف المباركة. إلى مزيد من هذه اللقاءات والتقارير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.